يعني ضيفك الكريم قال تقدم هي لها الأولوية أن تأخذ منصب محافظة بغداد، لأن عنده عفوا ما أخذت ولا مقعد، لا أخذت مستشارين ومعاونين في بغداد. لين طيب هذا من حقك، طيب ليش باقي الكتل في الأنبار ليش ما أخذت؟ هم 15 عضو مجلس محافظة، 5 كانوا معارضة اللي هم كتلة الاستقرار أبو زيدون اللي راح نذب بالسجن، ما أخذوا ولا منصب. يعني حلال على هذا وحرام على هذا. طبعا هو هذا أصل الخلاف، أصل الخلاف هو بدأ من الأنبار، لأنه استأثروا وتقدم من محافظة الأنبار من الباب إلى المحراب. طيب هذا هم أكيد يجون يجتمعون، وهم عندهم 3 أعضاء مجلس محافظة، حاتم وعزم والسيادة في محافظة الأنبار، وأبو زيدون والست هاي البنية الفهداوية، 5 أعضاء مجلس محافظة ما حصلوا ولا منصب ولا مستشار ولا معاون. طيب يعني انت تقصيني هون، طبعا انا اقصيك هون، اروح اتحالف ويا هذا، فهي عمليه حسابيه، شلون تنطيني انطيك، تتوازن اتوازن معك، وهذه اللي جرى العرف على باقي الكتل والاحزاب في المحافظات الثانيه.